نافذة الروح، أمسية موسيقية صدحت بها أوتار عود الفنان سعود محمود جواد الملقب بفارس العود. الأمسية الموسيقية نظمها مركز كانو الثقافي ضمن موسوعته الثقافية لعام 2010، فلنتابعها معا. استمتع الحضور من متذوقي الموسيقى وعشاق آلة العود بأجمل الألحان وأعذب الأنغام الوترية لفارس آلة العود الفنان سعد محمود جواد، الذي استخدم أساليب مبتكرة في العزف منفردا بتكنيك إبداعي عالي في العزف. والله هذه الأمسية هي أمسية من ضمن نشاطات مركز عبد الرحمن كانو الثقافي اللي يقيمون كل يوم ثلاثاء أمسيات فنية وموسيقية وأدبية وشعرية. فإحنا اليوم راح نقدم أمسية بعنوان نافذة الروح، يشاركني فيها تلميذي الموهوب حسام عيسى راشد. نقدم فيها مؤلفات موسيقية عدت وكتبت لآلة العود من تأليفي، وأيضا من تأليف مؤلفات موسيقية من تأليف كبار عازفين العود. وأيضا راح نقدم من تراثنا الغنائي العربي مجموعة من الأغاني اللي عددناها خصيصا لآلة العود. صاحب الفنان سعد محمود جواد، تلميذه الموهوب حسام عيسى راشد من معهد البحرين للموسيقى، الذي عزف مع أستاذه مجموعة من المؤلفات الموسيقية من تأليف أستاذه ومؤلفات أخرى لعدد من كبار عازفي العود في الوطن العربي. الهدف من مشاركتي الليلة طبعا هي أول مشاركة لي لظهوري كأمسية كاملة في أظهر أنه في أمسية، بينما كان في السابق ظهوري كان على يقتصر على مجموعة أو فقرة من الفقرات اللي نقدمها في أمسيات، ولكن اليوم أنا راح أقدم إن شاء الله أمسية كاملة برفقة أستاذي العزيز اللي أنا دائما بفتخر فيه الأستاذ سعد، وإن شاء الله نقدم شيء رائع وإن شاء الله نقدم شيء جميل للجمهور ويرضي ذوقهم إن شاء الله، ونعرفهم على القوالب الموسيقية ونعرفهم على المقاطع الموسيقية التي إن شاء الله يتنال على إعجابهم. أمسية نافذة الروح تهدف إلى تعويد المستمع على الاستمتاع بالآلات الموسيقية والألحان الجميلة وإبراز الخصوصية الفنية لآلة العود كمذهب فني مستقل. سعى الفنانون والمؤلفون الموسيقيون الكبار على تأكيده والحفاظ عليه منذ 90 عاما مضت.